شكرا شكرا لطوق الياسمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفي معنى زوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. شكرا. عسلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تتفرجوا فينا على قناتنا الوطنية الثانية أحباء الثقافة، نتصافحوا معاكم كيف كل ليلة من خلال طوق الياسمين باش تعرفوا آخر التظاهرات الثقافية اللي تعيش على واقع بلادنا. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا شكرا لطوق الياسمين. الثقافة والمواعيد الفنية مكملة في بلادنا، واليوم هذيك علاش اخترنا باش نكونوا حاضرين في قاعة المونديال في عرض خاص للفنانة التونسية اللي كانت غابت مدة على المشهد الإعلامي والثقافي، اليوم ترجع عنا بعرض اسمه حنين وأنغام، الفنانة التونسية زينة التونسية. خلينا نتابع مع بعضنا بأكثر التفاصيل. شكرا شكرا لطوق عرض متميز بقاعة المونديال للفنانة العايدة بقوة زينة التونسية بعنوان حنين وأنغام. العرض هذايا كان حظى بدعم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، كان فيه تحضير كبير وتضافرت فيه كل الجهود باش يكون ناجح، وكان فيه تنوع سواء من خلال البرنامج الغنائي اللي احتوى 14 أغنية من الجديد والقديم أو من خلال المضمون، كنا شفنا فيه مروحة بين الغناء والشعر والباليه. أنا موجود هنا خدت الحفلة ونبدينا فيها، بدينا خدمناها تريو أنا وزينة وحسن، كلفوني بإخراج العمل هذا، ولو أنه الحفل الموسيقي من نوع هذا ما فيش إخراج، في ما يسمى ميزان بلاس، في الضوء، في شوية متي ديكور صغير، أكسسوار، وجود شاعرة، كيفاش متحطها، شو تقول كذا، هذا نشغل أنت من كل شيء شوية، فهمت؟ فحاولت إن شاء الله ننسق ونوفق في هذا العمل هذا، خاطر أنا اختصاصي مسرح. وعندي ما يقارب 53 سنة مسرح مش عام وسنين، وزيد أني نحضر في عمل مسرحي كبير إن شاء الله تشوفوه في ديسمبر، فهمتني؟ هذا إن شاء الله باش تكونوا ضيف عندي وتشوفوا وقت النجم وتحكم عليا، أما أنا ما تحكموش عليا خاطر ماهيش تقول أنت ماهيش مهنتي. استوت فيك كما قلت لك ميزانسان وظريفة في تشكيل المجموعات كذا، في الكوريغرافي، في الضوء كذا، ان شاء الله نكون وفقنا في العمل هذا. بقينا زينه كما تعرفوا، زينه مرأة معناك شكلها فنانه كبيره كانت، وبعدت شويه علينا ومشات الخليج وكذا واحد، وبعد ما رجعت من الخليج قعدت مده مرتاحه. الشيء اللي خلوا تعرفوا الفنان كيما الكوارجي، اذا يقعد يرتاح البنك بعد كي يطلع يدخل التيران ماليش باش يعطي اللي عنده، يلزمه شويه انترينمون. هي الأسابيع هذه قاعدين في تدريب صوتي اللي باش يمكنها باش نجم تعطي المخير، وإن شاء الله إن شاء الله تسمعوا حاجات حلوة منها. اليوم باش نحاولوا نستحضروا الأعمال هذه الكل، كذلك فما حاجات جديدة مع الفنان لازار شعير. نقول اللي هي فرصة باهية باش تلاقي الجمهور باش تقدم الأعمال نتاعها هذه. كنت تعطيني فكرة على البرنامج الغنائي. البرنامج الغنائي كما قلت لك هو يتراوح بين القديم والجديد، كي نقولوا زينة تونسية نقولوا صعب يا عين، نقولوا هما في حدود ال 14 غناية، ثم الأغنية الوطنية، ثم الأغنية التونسية، ثم المقام التونسي، ثم الإيقاع التونسي، ثم أغاني شرقية زادة زينة تونسية، لحن لها بليغ حمدي، لحن لها السيد مكاوي، باش نسمعوهم الأعمال هذوما اليوم، وباش نحاولوا نقدموهم، باش يشاركنا في العرض. بالي راقص باش يكون فما مونتاج معناتها فيديو اللي باش يصاحبنا في بعض الأعمال، بالإضافة إلى المداخلات الشعرية اللي باش تكون حاضرة على امتداد العرض. أنا مشاركتي في العرض كشاعرة، يعني اخترت بعض القصائد اللي تتماشى مع الأغنيات نتاع مدام زينة. لوغ يعني إن شاء الله يكون عرض متميز و كيفاش نضحك شويه لما حاله خاطر قبل العرض بدقائق يعني اكيد فما شويه بيان سور. كيفاش جات فكره مشاركتك في العرض؟ والله شكون اقترحك معنا؟ اقترحتني مدام زينة، معناتها بما اني معناتها بون شعره اربع مجموعات، عملت مجموعتي الخامسه نعمل مسرحات الشعر، قيل انه صوتي جميل يعني، ولذلك فما دفوات عديدة في الوطنية يعني نعود نرحب بجمهور الوطنية.
إذا يعني هذه هي كانت المشاركة، هو خليط، والعرض خليط من فن ومن رقص ومن معناتها غناء وشعر، يعني حاجة جميلة معناتها في تونس أنه يكون عرض متكامل بمعنى وشمن وشمن أنت في ذاكرتي، كم ساقتني إليك رائحة الياسمين، أنا من دونك برج بلا تاريخ، ظل يتيم، أنا من دونك غابة من الشجن، وعدتك بالقصيدة يا وطني. بالنسبة للبالي فيها عناصر محترفة، فيها 5 بنات و5 أولاد، وعملنا لوحات خصيصا للعرض الزينة التونسية، خذينا بعض أغاني من البرنامج بتاع حفلة اليوم وصممنا عليه اللوحات، لوحات مختلفة، فما لوحات تعبيرية، فما لوحات استعراضية، ومعنى شكلناهم اللوحات هذوما على حسب الأغاني بتاع الزينة التونسية. الفكرة جات كونه زينة اتصلت بي واقترحت علي البرنامج، عجبتني الحكاية، دخلنا صفا خدمنا وإن شاء الله الأمور مريقلة. أول مرة تتعاملوا مع بعضكم؟ أول مرة، أول مرة. محسوب حضرت حاجة سبيسيال؟ حاجة سبيسيال وإن شاء الله تنال إعجاب الناس الكل. والله الحمد لله يا ربي، وأنه هذا حلم أنا كنت نحلم به من زمان، وما كانتش إمكانياتي تسمح لي باش نعمل عمل كبير كيما هذايا. نشكر ربي ونشكر وزارة الثقافة اللي وقفت معايا واللي دعمتني باش نوصل هذا العمل في لوك جديد ويناسب 2016 ويناسب الشباب ويناسب القدم الزيادة. شنو باش تغنينا الليلة؟ شغلكم عدة أغاني كبيرة، فما شرقي للبليغ حمدي وسيد مكاوي، فما تونسي من كبار الملحنين اللي هما سمير العقربي وناصر صمود وحمادي بن عثمان لازهر الشعير عبد الكريم صحابه، إن شاء الله يا ربي منسيتهم شبارشة، والمؤلفين زاد الكل، عبد الحميد الربيعي، الحبيب محنوش، عبد الصمد كرشيد، صاحبي شعير، كل اللهم صلي على النبي، يعني كل اللي تعاملت معاهم في الفترة اللي فاتت الكل، اليوم اخترت لهم أغانيهم باش تكريما ليهم وتكريما كذلك للأغنية التونسية اللي كانت في ازدهار واللي تقريبا توا ما عادش موجودة، فحبيت نبين للشباب والجيل الجديد وأنه راهو عندنا أغاني تونسية وملحنين ومؤلفين وراهو نجم نقولوا ومازال الفن قدامنا، وإن شاء الله يا ربي جاي خير من اللي تعدى. هي بالاشتراك مع زوجي، على خاطر زوجي في المجال الفني، يعني في الإخراج وفي التوزيع، يعني عنده فكرة،
فالفكرة جيت وقدمنا، عملنا دوسي، قدمنا الفكرة لوزارة الثقافة، وحتى يعني نكرموا الأغنية التونسية وكذا بالتجديد هذا وبالجو ذايا، والحمد لله إن شاء الله توصل الفكرة في أحسن حلة يا رب. إيش تقول للجمهور اللي متوحشك عنده برشا مراكش؟ نقول لهم راني نحبكم برشا، ويا رب إن شاء الله اللي بتشوفوه اليوم من زينة باش يعجبكم برشا برشا، وإن شاء الله المستقبل باهي لكم وليا وللناس الكل. ياسمين المرضية اختار باش يتوجه الى سوسة مع زميلتنا ايمان عبد القادر غاديكا، وين باش يصور لنا بورتري مع الفنان التونسي الشاب ايمن معلش. خلينا نتابعوا مع بعض. شكرا شكرا لطوقي. ايمن معلش هو شاب متعدد المواهب، يشتغل حاليا باذاعة خاصة في سوسة. هو مغروم بالغناء وخاصة الايقاعات المغربية. قام مؤخرا بتصوير كليب انانية. هو شاب متميز وطموح، يحلم انه يصبح نجم في الساحة الفنية. امين معالج، نخدم في راديو، نخدم كرونيكور في الاميسيون الصباح ماتينال. الناس عرفوني كاعلام، يعني الناس عرفتني في الاعلام في الراديو. كنت نخدم في التلفزة، كانت عندي تجارب سابقة في قنوات خاصة واذاعات زادة، خاطر انا نعمل اخراج من على باز تنشيط، يعني كانت لي هي المرحلة الأولى في مسيرتي. وتوا قل يعني تنشيط هو حل لك الباب باش تدخل للساحة الفنية؟ فوالا، معناها أنا بطبيعتي معناتها الفن ما نفهم، معناها مانيش نفهم في الفن. دونك ملي خدمت في الميديا وفي الراديو لقيت روحي عندي صوت، دونك نغني معناها حتى في بريفي مع الأولاد ولا في الراديو يلقاو عندي صوت. قولي علاش ليه ما تجربش، علاش ما تصورش معناها حاجه ولا تغنيها. فانطلقت التجربه، كانت الغنيه ذي انانيه هي اول سينجل. يعني متغني كان الغنية المغربي ولا تغني يعني ايقاعات اخرى؟ لا شوف، هو باش نكونوا متفاهمين، وانا في نقطه برشا ناس يشبهوني باللهجه المغربيه، علاش معناها يقولوا لي معناتها اخترت اللهجه المغربيه في اول اغنيه ليك. اللهجة المغربية توا توندونس، يعني توا بريسك 2016 ولا 2015 عميل اللهجة المغربية أكثر لهجة معناتها موجودة في الموسيقى. دخلوا بستيل جديد، بتوزيع جديد. كانت التجربة الأولى هي الغنية هذه باللهجة المغربية. أكيد اللهجة الجاية باش تكون تونسية، خاطر معناتها أنا متعاقد مع شركة معناتها إدارة فنية لهين بالمشروع، خاطر نخدم على مشروع فني، مشروع فني مش على غنية، فهمت؟ تحية نقدم له دجا وائل العامري، هو اللي يوقف على المشروع كامل. يعني انت من اللي صغير كنت تحب تولي فنان امين؟ لا مش بالضرورة، مش كنت نحب فنان، خاطر انا مانيش معناتها برشا ناس يقولوا لي فنان، انا مش مطرب ولا مغني، ولا انا نغني نأدي فن، خاطر فنان راهو نجم، خاطر نخدم توا في الاعلام، نعمل اخراج، نغني. يعني كانت لي تجربة معناها متنوعة، ونجم غدو حيث راني نرسم، فهمت؟ معناها هذي هو. بشكون متأثر بالساحة الفنية بالفنانين؟
تأثير مش متأثر، على خاطر مثلا أنا نحاول توا ونسعى أنه نعمل حاجة ستيل معين وبحاجة جديدة، وعلاش ليه معناها الفنانين توا نشوفوا معناتها برشا فنانين توانسة ولا حتى مش توانسة لبنانين في كل ألبوم يعملوا أغنية باللهجة المغربية توا العامين هذوما، على خاطر اللهجة المغربية خارجة وصلت معناها للناس الكل. توا على أن نحاولوا أن نخدموا باش نعملوا اللهجة التونسية، علاش ما تكونش هي في ستيل جديد وفي في لبسة جديدة وتخرج للناس. معناها علاش غدوة الحي المغربي ما يعملش أغنية تونسية، وإلا اللبناني ما يعملش أغنية تونسية. كيما كنتوا تسمعوا توا نخليكم مع نشرة الأخبار خمسة دقائق أخرين بعد الماضي ساعة. عبدو سيد المخرج تخلينا أنانية، اوكي دونك نخليكم مع أنانية قبل الأخبار ماضي ساعة في لمن. أمين مرحبا بك مرة أخرى، خذيناك توا على المباشر. كان ناخذوا فكرة أكثر على أغنية أنانية، كيفاش جات الفكرة مع شكون تعاملت؟ واضح بيه أنانية هي أغنية مغربية كما قلنا. الأغنية كانت تعاملات مع واحد مغربي كاتب وملحن اسمه أيوب هيكلي من المغرب، عنده برشا أغاني معناها هذيك تم الاختيار. دونك أنا سمعت أغاني هو عملهم فحكينا مع بعضنا واتصلت به وخذيت من عنده الكلمات. التوزيع كيف التوزيع تعد التوزيع لأكثر من موزع، وفي الأخر معناها كما قلت لك معايا إدارة فنية دونك مش وحدي نحكم. اخترنا انه نتعامل مع حمدي المهيري موزع وفنان كبير، معناتها انا نعترف بالشيء هذا على خاطر بالرسمي عنده برشا معاملات مع فنانين كبار، عنده البومات يحضر فيهم مع احمد الشريف، مع اماني السويسي، مع زازا، معناها مش تشوفوها في حاجه جديده، معناها حاسيلو هذا السكوب معناها من عند حمدي المهيري. حمدي المهيري اكيد باش تكون معاه برشا خدمه على قريب، معناتها اكيد الاعمال الجايه باش تكون مع حمدي المهيري. بالنسبه للكليب يعني قداش قعدتوا تصوروا فيه؟ باه الكليب هو الكليب معناتها كلمات ودي زيماج، معناها كيما شفنا برشا اغاني وهذايا تابع استراتيجي اللي نخدموا بها باش نبيعوا الغنيه لو ماكسيموم. نحبوا الغنيه تتباع، الغنيه توصل للناس تسمعها، ديجا هذايا اللي صاير معناها تو قاعده تدور في اكثر من وسيله، معناها وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونيه والاذاعيه بريسك في تونس الكل انانيه. نبقى واخد احسان ونسالوها غيب الفن، ما تفهمناش عادي علاش نقلبوها عداوة، سالنا فاضينا خاوة وكلها في طريقه غادي. نبقى واخد احسان ونسالوها غيب الفن، ما تفهمناش عادي علاش نقلبوها عداوة، سالنا فاضينا خاوة وكلها في طريقه غادي. ما بقيت اخدر تنام في حالة شحال درت غادي نوريك أنا يشكون صيد الرجالة، ما بقيت بغيت حاجة تربطني بيني وبينك انتي، خلي عندك كرامة وطلعتي أنانية. ما بقيت قدرت أنا مليت تعيت معك ولد في حالة شحال درت غادي نوريك أنا يشكون صيد الرجالة، اخترنا ما نخرجوش كليب. علاش؟ على خاطر الجاي بطبيعة مش يكون فيه لهجة تونسية هو اللي يستحق أن نعملو كليب، خاطر كنا باش نسجلو الكليب باش نصورو وبعد اخترنا نبيعو الغناية. استراتيجي كما قلت لك برشا ناس تخدم بها انه تخرج الغناية باش الناس تعرف الصوت وبعد يجي الكليب. أمين كيفاش تعدي نهارك يعني توفق ما بين الراديو والفن؟ بين الراديو، انا الراديو اكثر ما هو من الفن، خاطر توا الراديو كما قلت لك نخدمو الصباح اسمه مزيان ليميسيون، بعد الخدمه نكمل معناها ديريكت شويه راحه شويه موزيكا، خاطر كلنا فما شكون عندنا معناها يلعب جيتار فما شكون، دونك نبداو نخرجك التعب تاع الخدمه. من هنا جات الفكره نتاع اني نكمل نعمل الغناء نتاعي. نحسوك متاثر بسعد المجرد في الغناء، صحيح ولا لا؟ ما متاثر به هو معناها في شخصه بالغناء نتاعو يعني بنوعيه الغناء اللي قدم فيه. باه شوف سعد المجرد ساعه هو ان شاء الله ربي يخف عليه. سعد نعرفه معناها خاطر تقابلت به اكثر من مره في كيف جاء لهنا وقعدنا على اتصال معناها بالتليفون وواتساب ديما، ومش كان هو زاد فما حتى نجم ستار اكاديمي ايهاب امير عم ناول
معناها عندي علاقة طيبة مع المغرب. سعد المجرد مش متأثر به، لكن سعد هو اللي جاب ستيل جديد متاع الموسيقى، معناها كيما تسمعوا في أنانية برشا يقولوا لي كأنها أغاني سعد المجرد، ماهوش كان سعد المجرد اليوم. فما سعد المجرد هو اللي دخل بالثورة الموسيقية في المغرب، بعده هو شفنا حاتم عمور، شفنا إيهاب أمير، شفنا حتى فنانين لبنانيين، معناها فنانين كبار من لبنان ولا من مصر دخلوا استعملوا اللهجة المغربية. معناها أنا تو كنت النجم نغني غنية مصرية، تقول لي انت ثمر حسني ولا تقول لي فهمت، ولا نغني غنيه خليجيه تقول لي راشد المجد، فهمت؟ معناها مش 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 تحديدا في سعد المجرد، لا. فن موسيقى 2016 محبوبه برشا، توندونس الناس كلها تتبع في الغنيه المغربيه، دونك معناها ديكو دوب ما تسمع الغنيه تحس روحك تعرفها. امين تسمع اغنيتي انانيه على كنوز اف ام. نبقى واخد احسان ونسالوها غيب الفن، ما تفهمناش عادي علاش نقلبوها عداوة، سالينا فاضينا خاوة وكلنا في تليفون هادي. نبقى واخد احسان ونسالوها غيب الفن، ما تفهمناش عادي علاش نقلبوها عداوة، سالينا فاضينا خاوة وكلنا في تليفون غادي. ما بقيت تقدر تنام اللي تعييت معك وليت في حالة، شحال هدرت غادي نوريك أنا ياش كونسيدي الرجالة. ما بقيت بغيت حاجة تربطني بيني وبينك انتي، وخلي عندك كرامة وطلعتي أنانية. طموحك يعني في الميدان الفني؟ والله شوف الطموح في الميدان الفني ان شاء الله انا نقدمه ان شاء الله بعد انانيه، اكيد كما قلت لك فما ان شاء الله حاجه جديده باللهجه التونسيه باش تكون مع حمدي المهيري في التوزيع كما قلنا، والاداره الفنيه كما قلت لك معناها واقفه على المشروع، اكيد نخرج حاجه مزيانه ان شاء الله. شكرا شكرا لطوق الناس. في ختام حلقتنا لليله نتمنى انه عجبتكم، ونعدوكم مزيد المواكبات اليوميه والحصريه على قناتنا الوطنيه الثانيه من خلال برنامجنا طوق الياسمين. مقعد لي كامل باش نقول لكم كنت بحال خير وباي باي. شكرا شكرا لطوق